برنامج إنجليش تايم هو برنامج من المجلس الثقافي البريطاني بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالمملكة المغربية. هذا الدرس مخصص لمتعلم اللغة الإنجليزية في المستويات الابتدائية. مرحبا، اسمي حسن، أنا معلمكم اليوم. سنتحدث اليوم عن الفصل الدراسي، ولكننا سنبدأ بأغنية قصيرة تساعدنا على أن نتذكر التعليمات داخل الفصل الدراسي، ثم نلعب معا بعض الألعاب الممتعة مثل لعبة Who is it؟ و What's the question؟ بعدها نؤدي تمارين التهجئة وتمرين على كتابة جمل تعبر عن أنفسنا. لذلك أرجو أن يكون معكم اليوم ورقة وقلم رصاص. Activity 1 Song. النشاط الأول أغنية. دعونا نبدأ بأغنية راقصة. أولا استمعوا للأغنية كاملة. Stand up, sit down, now turn around, point to the window, point to the door, pick up a pen and put it on the floor. الآن استمعوا مرة أخرى للأغنية. هذه المرة تابعوا ترجمة بعض الكلمات والعبارات. Stand up, sit down. قف، اجلس. Now turn around. استدر. Point to the window. شر للشباك. Point to the... Pick up a pen and... التقط قلم حبر و... Put it on the floor. ضعه على الأرض. لنستمع مرة أخرى. هذه المرة استمعوا ورددوا بعدي. Stand up. Sit down. Now turn around. Point to the window. Point to the door. Pick up a pen and put it on the floor. ممتاز. دعونا نؤدي ذلك مرة ثانية. مثلوا الكلمات بالحركات. جاهزون؟ Stand up. Sit down. Now turn around. Point to the window. Point to the door. Pick up a pen and put it on the floor. The floor. Activity 2. Listen and repeat. النشاط الثاني. استمعوا ورددوا. الآن سنتمرن على بعض الأسئلة والأجوبة. حسناً، أولاً استمعوا إلى هذه الأسئلة والأجوبة. What's your name? ما اسمك؟ My name is Hassan. اسمي حسن. How are you? كيف حالك؟ I'm fine. Thank you. أنا بخير. شكرا لك. Who is this? من هذا؟ This is Adam. هذا آدم. Who is that? من ذاك؟ That تلك نور. مرة أخرى استمعوا ورددوا. Activity 3. What's the question? النشاط الثالث. ما هو السؤال؟ الآن سنلعب لعبة What's the question؟ أولاً تستمعون إلى السؤال والإجابة المناسبة عليه. استمعوا. What's your name؟ ما اسمك؟ My name is Hassan. اسمي حسن. How are you؟ كيف حالك؟ I'm fine. Thank you. أنا بخير. شكرا لك. Who is this? من هذا؟ This is Adam. هذا آدم. Who
هذا آدم. Who is that? من هذا؟ That is نور. تلك نور. And who is that? من ذاك؟ That is كمال. ذاك كمال. Who is this? من هذا؟ This is لينا. هذه لينا. الآن استمعوا ورددوا باللغة الإنجليزية. جاهزون؟ حسنا، دعونا نحاول ذلك. What's your name? My name is حسن. How are you? I'm fine. Thank you. Who is this? Is Adam. Who is that? That is Noor. Who is that? That is Kamal. Who is this? This is Lena. الآن سنلعب What's the question? استمعوا وقولوا السؤال. My name is Hassan. What's the question? What's your name? I'm fine. Thank you. What's the question? How are you? This is Adam. What's the question? Who is this? That is Noor. What's the question? Who is that? That? Who is that? This is Lena. What's the question? Who is this? ممتاز. لنفعل ذلك مرة أخرى. استمعوا وقولوا السؤال. Activity 4. Who is it? النشاط الرابع. من هذا؟ في النشاط الرابع سنلعب لعبة Who is it؟ أولاً استمعوا إلى هذا المثال. Hello. مرحباً. Hello. مرحباً. What's your name? ما اسمك؟ My name is Noor. How are you? اسمي نور. كيف حالك؟ I'm fine. Thank you. أنا بخير. شكراً لك. Who is it? من لك؟ Who is it? من هذه؟ It's نور. إنها نور. Well done. حسناً. حسناً. نجرب مثالاً آخر. Hello. How are you? مرحباً. كيف حالك؟ I'm fine. Thank you. How are you? أنا بخير. شكراً لك. كيف حالك؟ I'm fine. What's your name? أنا بخير. ما اسمك؟ I'm Adam. What's your name? اسمي آدم. ما اسمك أنت؟ Who is it? من هذا؟ It's Adam. إنه آدم. حسناً. هذه المرة استمعوا وأجيبوا على السؤال من هذا؟ Hello. How are you? Hello. I'm fine. Thank you. How are you? What's your name? I'm fine. Thank you. I'm Lena. What's your name? Who is it? من هذه؟ It's Lena. إنها Lena. حسناً. لنجرب مرة أخرى. Hello. Hello. I'm Kamal. How are you? I'm fine. Thank you. How are you? I'm fine. Thank you. Who is it? من هذا؟ It's Kamal. إنه
كمال. Activity 5. Listen and say the missing word. النشاط الخامس. استمعوا وقولوا الكلمة الناقصة. حسناً. لنجرب مثالاً. This pen belongs to me. هذا قلمي. This is pen. My. الكلمة الناقصة هي my. This is my pen. حسناً. لنحاول أمثلة أخرى. This pen belongs to Noor. This is pen. Her. الكلمة الصحيحة هي her. This is her pen. This pen belongs to Adam. This is pen. His. الكلمة الصحيحة هي his. This is his pen. This book belongs to Kamal. This is book. His. الكلمة الصحيحة هي his. This is his book. This bag belongs to me. This is bag. My. الكلمة الصحيحة هي my. This is my bag. This ruler belongs to Noor. This is ruler. Her. الكلمة الصحيحة هي her. This is her ruler. ممتاز. Activity 6. Sounds work. النشاط السادس. تمارين الأصوات. الآن دعونا نتمرن على نطق بعض الأصوات. استمعوا وادمجوا أصوات الحروف مع بعضها. ما هي الكلمة؟ ب إ ن بن. مرة أخرى بن. حسنا. ب ه ج باج. باج. صحيح. ب و ك بوك. بوك. ممتاز. د او ر دور. دور. احسنت. ذي اس this. This. جيد. The. At. That. That. ممتاز. ذلك مرة أخرى. هذه المرة قولوا الأصوات والكلمات أيضا. ب. ن. pen. مرة أخرى. pen. حسنا. ب. bag. bag. صحيح. ب و ك book. book. ممتاز. د او ر door. door. احسنت. This. 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 جيد. The. At. That. That. Goodbye and song. الوداع وأغنية. ممتاز. أحسنتم. لقد بذلتم جهدا كبيرا اليوم وتعلمتم الكثير من مفردات وتعابير اللغة الإنجليزية.
دعونا الآن نختتم بأغنيتنا على أمل أن نلتقيكم المرة القادمة في درس جديد. هل تتذكرون كلمات الأغنية؟ إذن تعالوا نغنيها معا. Stand up, sit down, now turn around, point to the window, point to the door, pick up a pen and put it on the floor. إلى هنا نختم درس اليوم.